مساء الخير، ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض فقراتنا النهارده في حلقه خاصه جدا علشان نقدر نغطي على قد ما نقدر فعاليات معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 53. خليني اقول لكم ان اللي انا شايفاه ده بيدل على انه الدوله المصريه مهتمه جدا بتطوير عقل المواطن المصري، تشجيع الكتابه، تشجيع الكتاب، حقيقي الهويه المصريه باينه في كل جزء في المعرض. معاكم ومعانا النهارده فيحكى ان الدكتور شوقي المصري عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. مساء الخير يا دكتور شوقي، اهلا بحضرتك. انا عارفه انت مسحوم قد ايه، بس معلش مش هناخدك من ضيوفك كتير. اولا اسمح لي احييك على هذا الطرح الثقافي الناجح اللي انتوا عاملينه. ربنا يخليك. هو الطرح الثقافي ده صراحه يعني وراه بعد طبعا القياده السياسيه والدعم الكبير اللي الدوله المصريه للمعرض ومعالي الدكتوره ايناس عبد الدايم والدكتوره ياسم الحاج علي والدكتور احمد بهي وكل المجموعه اللي في الهيئه وراها اكتر من يعني 300 ل 350 شخص بيشتغلوا على المعرض ده بقالهم اكتر من 4 شهور. حقيقي دورتين في سنه واحده ده انجاز كبير في ظل الظروف اللي احنا فيها، في ظل التحديات اللي احنا بنواجهها، في ظروف ناس خايفه، ناس قلقانه، اللي انا شايفاه وكان مفيش حاجه خالص بجد. والله الحمد لله، هو فعلا اقل من 180 يوم. احنا بدانا تجهيز المعرض ده من شهر 8، المعرض اللي قبله خلص في 15/6، يعني بنتكلم في 45 يوم راحه بس. لكن صراحه الفرحه الاكبر يمكن بزياده عدد الناشرين ل 30% عن الدوره اللي كانت من 6 شهور. كان متوقع ان المعرض لما يرجع لميعاده الطبيعي من 6 شهور الناس كانت موجوده في القاهره، انا بتكلم عن الناشرين العرب والاجانب اللي بيجوا من بره، ان مش هيجي تاني وينزل القاهره بعد 6 شهور، لان هو لسه مخلص مبيعاته ومشاركات ما بقالوش يعني 180 يوم. ولكن فعلا اقبال كبير، وكمان دور النشر المصريه بصراحه قدمت في 6 شهور اللي فاتوا دول عدد مطبوعات كبير جدا، عوض السنه ونص بتاعت الكورونا اللي كان حركه النشر فيها متوقفه. ايه الانشطه الجديده؟ ايه الفعاليات الجديده اللي موجوده في الدوره 53 دكتور شوقي؟ خليني اقول لحضرتك ان الناس متعوده على نشاط المعرض كل سنه ان بيزيد فيه حاجه جديده او محور جديد او غيره. احنا السنه دي مزودين 3 حاجات في الدوره دي. الحاجه الاولى هو فصل نشاط معرض الطفل بجناح الطفل بدور النشر الكتاب التعليمي في جناح 5 اللي موجود على شمال الداخل من ابواب المعرض. هيلاقي جناح 5 اللي هو مكان المسرح والسينما في الدوره اللي فاتت، هيلاقي الجناح ده فيه اكتر من حوالي 70 نشر للاطفال زائد الفعاليات الخاصه بالطفل. فعاليات الطفل بتبقى حكايات، ورش فنيه، مسرح، فرق موسيقيه بتغني للاطفال، زائد الفي ار اللي هو بيقدم قصص للاستاذ عبد التواب يوسف اللي هو شخصيه معرض الطفل اللي استحدث المره دي كشخصيه لمعرض الطفل. وهي اول دوره في ال 53 سنه يبقى فيها شخصيه معرض للاطفال. اللي عايز اقوله كمان ان معرض الجناح الطفل بيقدم مسابقه يوميا بالتعاون ما بين اسره الكاتب الكبير الاستاذ عبد التواب يوسف وبين هيئه الكتاب، وهيوزع جوائزها بحضور اسره الاستاذ عبد التواب يوسف وابنه طبعا الاستاذ الاعلامي المعروف الاستاذ عصام يوسف في يوم 5/2 ان شاء الله، وبنته الدكتوره نهى هيقدموا جوائز المسابقه الخاصه بعبد التواب يوسف. ده على مستوى التغيير في الاطر العامه لنشاط معرض الطفل. زودنا ايه كمان بقى؟ فكره كشك الفنون، هو كشك الموسيقى اللي كان بيعرض مجموعه فنانين من الموسيقى العربيه والاوبرا وكونسرفاتوار وعازفين هواه ومحترفين، وسعناه عشان تبقى ساحه الفنون. فبقى المسرح بدل ما هو كان صغير السنه اللي فاتت بقى مسرح اكبر 6x6، بقى فيه اضاءه عشان يشتغل مساء. كمان شعراء العاميه صراحه بجهود لجنه الشعر في المعرض قرروا ان هم ينزلوا شعر العاميه عشان يقرا في الساحه في وسط الجمهور، على اساس ان شعر العاميه شويه كوجهه نظرنا كلجنه صحفيه ان هو اقرب للشعب ومحفلي اكتر من القصيده، مش تمييزا زي ما بعض الناس اعتقدت ان قصيده الفصحى وقصيده العاميه. لكن احنا حاولنا نرجع لفكره الشعر الجوال. الجوال اللي بيقول الحاكي اللي بيحكي اصلا هو اصلا الشعر العربي نفسه كان بيقال في المنتديات يعني وفي الاسواق. فحاولنا نعمل ده، قلنا نجرب السنه دي نازل شعر العاميه ولو نجحت التجربه نخلي فعاليات الشعريه كلها في وسط الجمهور. دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه الجديده واللي صراحه برضو كان يعني بتعاون كبير جدا من اداره الهيئه فيها
مع كمان كتير من الوزارات والجهات الدولية هي البرنامج المهني. البرنامج المهني كان بيشتغل على محور أو محورين بكتير، السنة دي 7 محاور لبرنامج المهني. البرنامج المهني يمكن ما يهمش المشاهد العادي، لكن يهم المرتبطين بسوق الكتاب، لو متعلق بالنشر، بالترجمة، حول الملكية الفكرية، المشاكل اللي بتواجه الناشرين في الاستثمار، في التبادل، ليه علاقه بالصناعه اكتر كصناعه اكتر منها. والدكتور هيثم كان طرح فكره جميله جدا وافقت عليها اللجنه العليا، انه يعمل كمان بوس خاص بصناعات الكتاب، او لو واحد بيصمم اغلفه بيحب يعمل تصميم داخلي للكتب، شغال محرر، شغال مصحح، شغال في اي مجال مرتبط بالكتاب، هيجي يسجل اسمه. وده تشجيع كبير جدا للمواهب الشابه طبعا في الصناعه، وهيتم تزويد قاعده البيانات دي باتحاد الناشرين، وبالتالي اي دار نشر محتاجة محررين هتلاقي قاعدة بيانات، محتاجة مصححين هتلاقي قاعدة بيانات، محتاجة حد يصمم أغلفة. فدي يمكن من الحاجات الجديدة اللي في مارس. جميل. الأدب النسائي أو أدب المرأة زي ما بنقول واخد كمان مكان كبير جدا في المعرض. طبعا. وكلمنا شوية عن الموضوع ده، لأن أنا عارفة أنه يمكن المثقفين أكتر رفضوا الفكرة دي، يعني رفضوا إلى حد ما وحسوا أن فيها جزء من التصنيف أو جزء من التمييز، والأدب ما يتجزأش، ما فيش حاجة اسمها أدب ذكوري وأدب نسائي. رأي حضرتك إيه في الموضوع؟ احنا عاملين ندوة عن الهوية النسوية والهوية في الرواية النسائية، يعني الهوية النسوية. وعملنا برضو الهوية والرجولية، يعني ندوة فيها روائيين كلهم. لكن أنا صراحة أقول لك حاجة، هو المشكلة كلها أن المعرض السنة دي محوره الرئيسي هو ثقافة مصر، هوية مصر، الثقافة وسؤال المستقبل. وإحنا بنتكلم على الهوية، في إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل مراية لما يحدث في العام السابق على المعرض. في ناس برضو، معلش انا حابب اوضح ده بشكل جيد، دكتور. في ناس معتقده ان المعرض ده مؤتمر علمي عن الهويه، او هو مؤتمر شعري خاص بالنشاط الشعري خالص. المعرض بيقدم مجموعه ندوات بيشارك فيها الناس بارائهم دون احنا لا عايزين نطلع توصيات، ولا هو بنطلع اوراق بحثيه من نهايه المعرض. احنا بنتكلم على الهويه المصريه. الهويه المصريه دي موجودة في إيه؟ موجودة في المجتمع، في الصناعات، في الاستثمار، في الاقتصاد، في الكورة، في الخطاب الديني، في الإعلام، في كل المجالات. فخدنا مجالات المكونة للهوية واعتمدنا على كتاب الأعمدة 7 للشخصية المصرية، وقلنا إن إحنا هنعمل كل الفعاليات اللي في القاعة الرئيسية خاصة بالهوية المصرية. في ندوات عن المأكولات المصرية، الطبيخ، ندوات عن الملابس، في ندوات عن الكتابة الروائية، الادب الشعبي المصري، الاغنيه، يعني عزيز شافعي جاي ومحمد رحيم يتكلموا عنها. يعني كل اللي بيحب حاجه هيلاقي كتاب عنها، هيلاقي ندوه عنها. فقضيه الناس انتقدوا فكره ان احنا في القاعه الرئيسيه عندنا 4 روايات عربيات وروايه مصريه، عاملين ندوه عن النسويه والهويه في الروايه العربيه. بالنهايه خالص احنا عايزين نعرف وجهه نظر الكاتبات في قضايا المراه مع تطور التكنولوجي الموجود، مع فكره حضرتك بتقوليها هل ما فيش ادب نسوي اصلا وخلينا الادب كله انساني عام ولا لا. فاحنا بنناقش الموضوع دون ان نوجه وجهه معينه، احنا نقول لا نفرض على الناس ان احنا هنفرض حاجه معينه، ما بنفرضش حاجه معينه على حد، احنا بناخد كل الاراء وكل التيارات. وزي ما في ندوات بتتكلم على الخطاب الديني، زي ما في ندوات بتتكلم على الفلسفه والعقل، زي ما في ندوات بتتكلم على التعصب وكره القدم، وازاي كره القدم بتشكل الهويه المصريه. وانا حابب اشكر الكابتن محمد فضل كابتن النادي الاهلي وعضو لجنه الثقافيه للمعرض، ولاول مره معالي الوزير على وجود حد من نجوم الكوره او الرياضه، ان يبقى في كمان محور مهتم بده. جميل. نتكلم شويه عن الاقبال من الاجانب، ونتكلم شويه عن الجنسيات الحريصه على مشاركتها في معرض القاهره الدولي للكتاب. المشاركات الاجنبيه بتبقى على مستويين، مستوى دور النشر. ايوه. وزي ما معالي الوزير عن في البيان الصحفي، في اكثر من 50 دوله مشاركه من خلال دور النشر الاجنبي. كمان الكتاب الاجانب اللي مشاركين في المعرض، يمكن من اهمهم اجناسيو ديليانو اللي جاي من اسبانيا، عندنا المفكر الايطالي باولو، ده اللي هو المستشرق اللي مهتم بحوث الشرق الاوسط، وكان موجود هنا في مصر على فكره بقاله اسبوع من قبل المعرض، وحرص ان هو يعمل زيارات لجامعات مصريه كتيره يتكلم فيها. عندنا كمان الكتاب مصريين موجودين في الخارج، زي المترجم الاستاذ سمير جريس اللي مشارك بقاله اكتر من 10 سنين ما جاش المعرض، ما دارش المعرض، جاي من برلين مخصوص عشان يشارك في ده. معانا المفكر الايطالي الجنسيه العراقي الاصل الدكتور عقيل المرعي، استاذ الادب الايطالي في جامعه ميلانو اللي بيشارك معانا. يعني اصل اقول لحضرتك ان احنا عاملين برضو علاقات مهمه جدا مع المفكرين، سواء الاجانب اللي موجودين اللي بيشرفونا. طبعا كان في اعتذارات كتير دون شك، اكيد بسبب
ناس لاسباب اصابات باوميكرون او كورونا طبعًا. اعتذروا قبل المعرض، يمكن من اشهرهم الكاتب الليبي الكبير ابراهيم الكوني اللي اعتذر قبل المعرض باسبوع نظرا لتعب زوجته، يعني انها دخلت دور برضو الموجود ده، نتمنى لها الشفاء. يعني حتى كتير من المصريين الموجودين معانا داخل مصر برضو كانت الاصابات منعتهم المشاركه واعتذروا من الوجود. لكن برغم كل ده احنا بنتكلم في اكتر من 645 فعالية في المعرض. لو نسبة الاعتذارات وصلت ل 40 واحد اعتذروا من المشاركين، اظن يظل برضو المعرض رغم الظروف اللي بتمر بيها العالم، يعني عايزين نقول واقف على رجليه وبيتقدم زي ما حضرتك شايف. مستقبل الادب المصري دايما كل ما بنتعمق اكتر في هذه الصناعه بنعرف ان هو دايما بخير، وبنعرف ان كتاب الشباب لا يتوقفوا عن الظهور، كل يوم في كاتب جديد محقق نجاحات كبيره جدا. مين اقرب الكتاب لقلبك؟ مين اكتر الكتاب اللي بتتنبأ لهم بنجاحات كبيره وهم لسه في بدايه حياتهم دلوقتي؟ هو صعب اقول ان عمر طاهر في بدايه حياته يعني ومحمد عبد الرحمن الكاتب، لكن انا شايف نوع جديد. احنا عاملين ندوه في المعرض اسمها الكتابه خارج النوع. نوع جديد خارج النوع، يعني خارج التصنيف. في عدد كبير جدا من الكتاب مش بس شاغلين الراي العام او القارئ عشان هم متميزين، عشان هم بيست سيلر، لا، عشان بيقدموا شكل جديد من الكتاب. صراحه من افضل الناس اللي انا قريت لها الفتره الاخيره وعن توجه هو عمر طاهر في الكتابه الصناعيه في مصر، وبيكتب في حاجات حلوه جدا. من افضل الناس مصطفى بيومي، ليه كتاب مهم جدا اسمه سبع خواجات، بيتكلم فيه على صناع الخواجات المصريين اللي كانوا في مطلع القرن وقدروا ازاي يعملوا صناعه مصريه، سواء زي عمر افندي، زي شكوريل، زي سبع كويس. المنطقه دي حلوه جدا وجاذبه للشباب. انا حابب اقول حاجه صراحه، انا شايف ان المستقبل مش للروايه، المستقبل هيرجع للشعر. للشعر. في مجموعه من الشعراء الشباب في مصر، يمكن على راسهم يجي طبعا شاعرنا الكبير عماد ابو صالح، محمد القليني، محمد المتيم، حسن عامر، محمد عبد صالح. في مجموعه من الشعراء لو استمروا على مستواهم المتميز في كتابه القصيده، اظن الزمن الجاي هيبقى زمن القصيده مش زمن الروايه، خاصه لو اهتمينا شويه بجوائز الشعر بشكل أكبر. وجود السوشيال ميديا وانجذاب الناس للسوشيال ميديا بشكل كبير جدا كان قلقنا بشكل كبير برضو على الكتاب وعلى القراء ان هم يبعدوا خلاص عن الكتاب الورقي، بس انتوا اتصالحتوا، يعني 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 عرفتوا تتصالحوا، عرفتوا ان انتوا تجذبوا كل جمهور السوشيال ميديا للكتاب وترجعوهم مره تانية للكتاب. وطبعا ده اكيد كان فيه يعني اسباب كتيره جدا قدرتوا ان انتوا تعملوا بيها الكلام ده. ازاي صالحته وازاي بقت السوشيال ميديا بتخدم الكتاب دلوقتي؟ هو انا شايف، يمكن انا بقول ان في تحولات بتحصل في الفضاء الرقمي، التحولات دي لصالح الكتاب الورقي مش العكس. زي بقى اشرح لي. زي توقف السوشيال ميديا فجاه لمده 6 ساعات. فالناس حست ان هي ما تمتلكه لا تمتلك. صح، كويس. كتير جدا من كتاب الشباب بيكتبوا بوستات على فيسبوك او ليهم مدونات، هم مدونات بس في لحظه ممكن تبقى مش موجوده. المنجز بتاعهم ده ورقي ليه؟ لان الكتاب اكثر ثباتا من فكره الاختراق. تخيلي حضرتك لو الخوادم والمستخدمات الموجوده وقواعد البيانات دي يعني حصل لها اي خلل، 1 في المليون خلاص انتهت مش موجوده. كل بوستات حضرتك وكل صورك اللي على صفحه الفيسبوك وكل ارقام الموبايلات وكل حاجه راحت. كويس، اظن الكتاب بس محتاج صيغه جديده في التقديم. الكتاب نفسه محتاج اقصد في التسويق ليه عند الاولاد الصغيرين، عند الاجيال الجديده. يمكن الجيل الكبير اللي زي حالاتي اللي هو يعني من 35 لغايه 50 الكتاب بالنسبه له اساسي. كتاب كتاب. لكن الجيل الجديد اللي متعود على التاتش سكرين كويس طول الوقت، ده محتاج شويه يعاد بناء العلاقه بينه وبين الكتاب بصيغ جديده من الكتاب، ان حتى الكتاب يبقى متبادل، يبقى موجود هنا وموجود هنا. الهيئه عامله مشروع مهم جدا في دكتور هيثم اظن كان طرحه، اللي هو فكره اذاعه الكتاب او انه يعمل اذاعه للكتاب خاصه بالكتاب. طبعا مشاركه دور النشر اللي بتعمل الكتاب الصوتي، رغم انه نشر واحد كتاب صوتي السنه دي، لكن عندنا امل كبير انه يبقى اكتر من نشر كتاب صوتي، خاصه انه بيتكلم كتير جدا الكتاب الصوتي. بالمناسبه حضراتكم شغالين في الاعلام وعارفين ان عشان واحد يعمل VO للكتاب كامل
هياخد وقت قد ايه ومونتاج قد ايه ويطلع الكتاب ازاي، تكلفه كبيره طبعا. ولو عايزين نعمل مصنفات كبيره هنعمل فيها ايه؟ يعني عشان نحول كتاب خمس اجزاء لكتاب صوتي الموضوع هيبقى مرهق جدا طبعاً. وساعاته بس طويله برضه. وفي وسائط تانية، لكن اظن ان المستقبل على الاقل ال 20 سنه كمان لسه للكتاب الورقي. جميل. الشباب والمواهب الجديده والتحاقهم بمعرض الكتاب ده اكيد بالنسبه لاي موهبه شابه بتبقى فرصه كبيره جدا. على اي اساس بيتم اختيار المواهب دي؟ وعلى اي اساس بيتم التحاق الموهبه الشابه او الكاتب الشاب او الكاتبه الشابه لمعرض الكتاب؟ على مستوى النشاط، على مستوى النشاط، على مستوى النشاط، على مستوى النشاط. اقول لحضرتك احنا في نشاط الكتب عموما بناخد الكتب اللي صدرت في اخر عام. اللجنه الثقافيه للمعرض، مش اللجنه العليا كمان، في اللجنه العليا اللي فيها الدكتور مراد وهبة برئاسة معالي الوزيرة، دكتور محمد المنسي قنديل، الكاتب محمد صلاح العزب، دكتور محمد عفيف، دي اللجنة العليا. اللجنة العليا بتضع الخطوط الرئيسية للمعرض. مين شخصية المعرض؟ ايه هو المحور؟ دولة ضيف الشرف ومشاركتها. السنة دي اليونان او الدورة دي اليونان. المدعوون الكبار. حلو؟ دي اللجنة العليا. تيجي اللجنة الثقافية بقى والفنية اللي هي برضو مكونه من اسماء كبيره فيها كتاب روائيين، استاذ فتحي سليمان وشعراء زي الشاعر فتحي عبد الله وعزمي عبد الوهاب، الشاعر اسف السماع عبد الله وعزمي عبد الوهاب ومحمد المتيم وغير المجموعه دي كلها. واللجنه الفنيه فيها الملحن حسن، الاستاذ حسن زكي، والدكتور سامح صابر استاذ الباليه. دول بقى بيبداوا يحطوا المحور بتاع المعرض مع اللي احنا بنزودهم بيه من معلومات عن الكتابات الجديده وغيره، ويبداوا يختاروا المشاركين في الندوات بحسب الانسب لمحور المعرض والنشاط. وهقول لحضرتك مثال بسيط. اتفضل. مهم، احنا عملنا حاجه جديده السنه دي اسمها حلقه فكر. حلقه فكر دي قلنا القاعه الرئيسيه دايما بيجي فيها شخصيات كبيره واسماء كبيره، عايزين نشد ليها شويه الشباب. في حلقه فكر جبنا جيل اللي هو جيل الوسط، فجبنا عبد الرحيم كمال وعمر طاهر وجبنا زي ما قلت لك محمد رحيم، وجبنا امير رمسيس المخرج وعمر زهيري ومجموعه من نجوم في مجالات مختلفه، النجوم في المجالات المختلفه اللي ومحمد عصمت كاتب الرعب ومجموعه كبيره من الادباء، وزيزو عبده الاثري اللي بيكتب في الاثار. جبنا مجموعه تخص الشباب وقلنا ايه، ادي هنا الشباب يجوا يحضروا في المحور ده، والناس دي عندها جمهور كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. تمام. فيبدا انا ادخل الشباب اللي عندي الموجودين للقاعه الرئيسيه، بدل ما القاعه كانت مقصوره على المشاركات الرسميه والجليله والكبيره. طبعا يعني والبان كده كانها حاجه دمها تقيل للشباب بالبلدي كده على طول. فيبقى المعرض بيقدم لكل فئه من المجتمع ما يخص هذه الفئه وما يجذب هذه الفئه. جميل. انا مش هطول عليك اكتر من كده، بشكرك على وجودك معانا، والف الف مبروك على النجاح الكبير اللي انتم محققينه، ويا رب كل دوره تحقق نجاح اكتر مما كنت تتوقعه. ميرسي يا دكتور شوقي. ربنا يخليكي، ويا رب مصر دايما قبله لكل الثقافه في العالم كله. ميرسي. كان معاكم ومعانا دكتور شوقي المصري، عضو اللجنه العليا لمعرض القاهره الدولي للكتاب. لسه مكملين معاكم في المعرض، فقرات كتير، تغطيات كتير، خليكم معانا.